وهو يدور علي. السينما ضد الإرهاب مهرجان تحتضنه مدينة أربيل سنوياً بعرض مجموعة من الأفلام التي تحكي قصة الإرهاب الذي ضرب العراق بعد عام 2003. النسخة الرابعة من المهرجان انطلقت بمشاركة 42 فيلماً قصيراً لمخرجين من العراق والوطن العربي وأمريكا وأوروبا. عندنا 42 فيلم مشارك. الدول المشاركة في هذا المهرجان هي 12 دولة، من ضمنها دول عربية وأيضا دول أوروبية وإيران. المنظرين الإسلاميين يقولون الله جميل ويحب الجمال، نحن إذن نقاتل الموت بالجمال. هذا السلاح الذي أراده الله أن يكون هو السائد بين البشر. لهذا هذا المهرجان يؤكد على مبدأ الحياة ضد الموت. إلى جانب المشاركة الكبيرة للأفلام الدولية والمحلية المختصة بقضية الإرهاب، إلا أن النسخة الرابعة تميزت بمشاركة فنانين ونقاد مختصين عراقيين، إلى جانب كون هذه النسخة هي الأولى بعد أن تمكن العراق من تحرير أراضيه من سلطة داعش عسكرياً. طبعا شاركنا للسنة الثانية على التوالي في المهرجان الدولي للسينما ضد الإرهاب الذي يقام في أربيل عاصمة إقليم كردستان. شاركنا من خلال فيلم الروائي القصير الذي يحمل عنوان انه دي ان اي. طبعا دي ان اي يتحدث عن حادثة تفجير الكرادة التي حدثت عام 2016. حقيقة مهرجان السينما ضد الإرهاب من المهرجانات المميزة في إقليم كردستان، كونه مهرجان متخصص في الأفلام التي تتحدث ويكون او موضوعاتها العامة حول موضوع الإرهاب. يفترض بصراحة شديدة، يفترض انه المؤسسات المعنية الرسمية تهتم بهذه الشريحة، اللي يصنعون اليوم واقع السينما العراقية هذول يا أما ذايبين بهوى السينما لو مجانين، لأن ماكو واحد يقدر يتواصل مع هذا العمل المؤسساتي المفروض المدعوم والدرجات العالية من الإنتاج بميزانيات صفر، بحراك بدوا يشكلونه بطريقتهم الخاصة وبإمكانياتهم الفردية الذاتية ويصنعون ملامح لشيء مستقبلي قد نسميه السينما العراقية.